السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتي حلويات بيتي من مطبخي. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو. النهاردة معانا كيكة سنونية. احنا لما بيطلع للبيبي سنة جديدة بنعمل له احتفال فيها، حسب لون الكيك بنختاره على حسب نوع البنت او ولد. هنا كانت معانا بنوتة، ودي احلى بنوتة عندنا، كانت بنت اخويا. انا فردت عجينة السكر، اخترتها اللون البينك. طبعا الكيك، نوع الكيك والكريمة الزبدة اللي انا غطيت بيها الكيك، الاتنين موجودين عندي على القناة. زي ما اتفقنا قبل كده مع بعض ان الكيك بخليه في التلاجة، بحشيها وبعملها بالكريمة، بجلسها بالكريمة وبدخلها التلاجة ليلة كاملة، وابتدي افرد عجينة السكر بتاعتي. بختار اللون، هنا انا اخترت اللون البينك، وببتدي ان انا اغطي الكيك بتاعي بالكامل زي ما احنا شايفين كده. ببتدي اشيل كل الزيادات. انا مسرعة الفيديو شوية عشان ما اطولش عليكم. اي زيادة بنزلها لتحت كده بالمكوة، وببتدي اشيلها تاني زي ما احنا شايفين كده. ببتدي عشان ايدي ما تبصمش في الكيك. انا هنا اخدت درجة لون اغمق من اللي انا عاملة بيها الكيك، يعني انا غطيت الكيك باللون البينك الفاتح، هنا غمقت الدرجة شوية، بزود اللون الجيل بتاعي شوية على عجينة السكر علشان هنا هعمل الفيونكة. طبعا واضح عندنا احنا الفيونكة عاملينها ازاي، اشكال الفيديو مش محتاجة ان انا اتكلم كتير واشرح كتير، نركز في الشكل اللي احنا بنعمله هيطلع معانا بكل سهولة. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان المجسمات او عجينة السكر انا ممكن الزقها بفرشة مية، او مية بضيف لها كاس مية، بضيف له ربع معلقة من السي ام سي. هنا انا جبت شريط عملته بالمسطرة على قد عرض المسطرة عشان احدد المقاس بتاعي كامل. الشريط ده انا بلفه حوالين الكيك بتاعي زي ما احنا شايفين، بقص الزيادة، باجي مكان ما قفلت بحدد ان القفل دوت يكون وش الكيك بتاعي، علشان مكان القفل دوت انا بلزق عليه الفيونكة كده زي ما احنا شايفين. هنا انا هستخدم الفاتح والغامق، اللونين بتوعي اللي استخدمتهم للكيس. بعمل دايرتين، دايرة غامق، اللون الغامق بعملها سادة، واللون الفاتح بخليها جنب القطاعة المشرشر او زي ما تحبي، بيكون شكلها احلى بصراحة كده. بكتب عليها الاسم، طبعا انا بستخدم المولد ده للحروف لو انا عايزه مقاسها صغير، في مولد الحروف التاني لو عايزاها كبير، ده تبع الشوكولاته بس بيطلع حجمه حلو وصغير. هنا انا كتبت الاسم، وباجي فوق الفيونكه وبلزقها كده بالراحه، وبثبتها سنه بس كده بايدي، اعدل الحروف واعدل الشكل بتاعي يثبت كده خلاص. فاضل عندي فوق بقى ان انا اعمل ايه، السن. انا السن عندي ممكن اعملها كده بالقطاعة دي، ممكن اعملها بالقلب. انا بفضل القطاعة اللي هي الستانلس دي تكون للكوكيز احسن، بس لو هي فوق الكيك انا بخليها بالقلب. فردت عجينة سكر، سوري، عجينة جامبست عشان تنشف معايا بسرعة. شايفين شكل القلب بيكون سمكه تخينة شوية علشان اقدر اثبت فيها خلة وانا بوقفها. باجي من تحت كده، شايفين، بشيل جزء من القلب، وببتدي ان انا بايديا اسويه كده عشان يدي شكل السنه معايا. طبعا عجينه الجمبس بتنشف بسرعه، لازم اطريها تاني بايديا لو حبيت اعمل منها حاجه. بص ده شكلها لو انا هعملها
بالسنه، بس انا بفضل الشكل اللي هو السنه دوت القطعه اللي استلس للكوكيز، ده بفضله اكتر للكيك. وكمان على حسب لو حد طالب منك الاوردر بيكون شكله ازاي. هنا انا بقطع فيونكه، انا عايزه فيونكه، هنا عندي قطعه الفيونكات، طبعا بنوته بندلع السنه بتاعتها، بنعمل لها فيونكه، بنعمل لها عيون، بنعمل لها حاجات حلوه كده. هنعمل لها بق كده ابتسامة بتضحك، شايفين السنة بتاعتي بقت جميلة ازاي؟ عندي ده قلم اسود، قلم غذائي ده للكتابة على الكوكيز والكيك. ببتدي ان انا اعمل زي حواجب كده للعين، انا بدي اشكال حلوة للسنة علشان تفرح اللي شافها. هنا في السن بقى باجي اغرس عصيان الشيش طاووق، وبقص بعد كده على حسب الطول اللي انا هحتاجه للكيك. ببتدي بعجينة سكر بيضة اعمل فقاقيع صغيرة اللي هي كور صغيرة بكل المقاسات زي ما احنا شايفينها كده، مقاسات مختلفة. دي هنعملها زي فقاقيع المعجون، وهنعمل فرشة، وهنعمل حاجات كتير هنشوفها دلوقتي معانا في الفيديو. انا هنا عملت دايرة من اللون الغامق في نص الكيك كده، دي اللي هنثبت عليها السنة بتاعتي. طبعا انا قصيت عصيان الشيش طاووق علشان تبقى طولها مناسب للكيك على حسب ارتفاع الكيك بتاعي. هبتدي الفقاقيع تبع المعجون دي او الصابون دي انا بعملها بشكل عشوائي حوالين السنة، شايفين ابتدى شكل الكيك يظهر معايا وشكلها لذيذ جدا، وطبعا بتفرح في حفلة السنونية جدا الحاجات دي. هنا انا جبت طبعا اللون ممكن تختاريه من الفاتح او الغامق، بس انا حبيت تكون من الغامق علشان لما تيجي فوق الكيك يكون لونها واضح، ما يبقاش نفس لون الكيك. بعمل الفرشة كده يدوي مش بقطعات ولا حاجة، شايفين الشكل اللي انا بعمله. طبعا انا مش بشرح بالكلام لان هي باين وواضح، نركز في الشكل هنقدر نعملها. هو الفيديو جميل ولذيذ، والكيكة في الاخر بتطلع حلوة وجميلة. ممكن نبتكر، يعني انا عملت منها كذا ديزاين قبل كده، كانوا مطلوبين مني في بالونات، في قلوب، في حاجات، بس يعني ايه على حسب ما انت عايزة تعمليها بتكون شكلها عامل ازاي. قبل ما اثبت الفرشة بتاعتي بشوف انا عايزة احط شكلها يكون عامل ازاي. ده الشكل النهائي للكيك بتاعنا، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما ننساش نعمل لايك كتير 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 للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وما ننساش نشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. وان شاء الله بإذن الله استنوا معايا المرة الجاية، هيكون معانا فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.